بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثامن، راح يكون في الوحدة الرابعة وهي الإحصاء. الإحصاء هو العلم الذي يبحث في طرق جمع البيانات، كيف نجمع بيانات مثلا عن أطوال، أعمار، أوزان، دخل إلى آخره. أيوة، وبعدين نعرضها. كيف نعرضها؟ نحللها، يعني نعملها بياني، نعملها بجداول. كيف نعمل؟ بعدين من نحلل هاي البيانات اللي طلعناها حتى إيش نوصل لنتائج. النتائج هذه تساعدنا في اتخاذ القرارات. إذن الهدف من الإحصاء اللي هي جمع، عرض، تحليل، اتخاذ القرارات. البيانات عادة هي أشياء عددية، بيانات عددية، يعني مثلا زي ما حكينا أطوال، أعمار، أوزان. نجمع كم مثلا أوزان طلاب المدرسة، أعمارهم، دخل أسرهم إلى آخره. هذه بعدين بنروح بننظمها بجداول، رسومات بيانية، كويس، مثلا إحصائيات السكان، إحصائيات التعليم إلى آخره. وبعدين بنحاول إن نحول هذه البيانات الخام إلى معلومات عن طريق قراءتها رقميا بشيء راح نتعلم اسمه مقاييس النزعة المركزية، وشيء اسمه مقاييس التشتت. إحنا راح نتعلم عن مقاييس النزعة المركزية، المتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال. نتوقع في نهاية هذه الوحدة أن تكون قادرا على حساب المتوسط الحسابي لبيانات منظمة في جدول تكراري وتفسيرها، تحسبها وتفسرها، تشرح كيف يؤثر اختيار الفئات في الجدول التكرارية على مقاييس في مقاييس الموقع المحسوبة واستخدامها. حساب الوسيط، راح نتعلم كيف نحسب الوسيط، كيف نحسب المنوال، كله عن طريق جداول تكرارية، لأن احنا سبق درسنا المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال بدون جداول تكرارية. بعدين بنصير نفسر مقاييس النزعة المركزية. مقاييس المركزية اللي هم اللي حكيناهم هذول هم المتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال. هذول الثلاث بنسميهم ايش؟ مقاييس النزعة المركزية، يعني البيانات تتمركز حول اي قيمة، قيمة المتوسط ولا قيمة الوسيط ولا قيمة المنوال. بعدين نستقصي اثر تعديل البيانات، عدلنا البيانات، زدنا لكل الطلاب 5 علامات، ايش بتغير الوسط؟ ايش بتغير على الوسيط؟ ايش بتغير على المنوال؟ ثم مناقش توقعات واستنتاجات واستدلال حول بيانات لحل مسائل واقعية. بعدين بدنا نقرر مين المقياس الأنسب، أستخدم المتوسط الحسابي ولا الوسيط ولا المنوال، بناء على إيش أنا بستخدم، وليش بدي 3 مقاييس، ليش مش مقياس واحد؟